علمي شموخ من شموخ بلادي، وبها يرفرف عاليا وينادي ليقول للأعداء رأينا هنا الله أكبر من شرور معادي. علمي عشقتك ثابتا ومعلقا نصرا لأهل الحق والأحفاد، دمت شامخا يا رمز الشموخ. يوم العلم يوم تتأجج فيه مشاعر الوحدة والسلام. اختار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تاريخ يوم العلم في الإمارات ليكون 3 نوفمبر يوم تسلم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا ترسيخا لليوم الذي رفع فيه الشيخ زايد رحمه الله العلم. قال الشيخ محمد بن راشد في قصيدته عن يوم العلم: العلم لي كان زايد رافعنا وأمانتنا